رانا اليوم في ولايه شلف في المحد بالضبط، المحد التكوين المهني اللي موجود في شرفه في ولايه شلف، والجمعيه المحليه لارشاد المستهلك السلامه لولايه شلف قامت بتنظيم يوم تحسيسي فيما يخص المخدرات ولي ريزو سوسيو ايجالمون. هذا الموضوع راه مهم، يهم الشبيبه تاعنا، وانا نشوف كاين استهلاك كبير تاع لي بسيكوتروب اللي موجودين هذه المخدرات. شفنا يعني في لي ريزيدونس في الاقامات الجامعيه يعني وين شفنا استهلاك كبير في هذا، وخاصه الاناث كاين استهلاك كبير في فيما يخص هذه المواد، وخاصه ثاني لي ريزو سوسيو اللي احنا اولادنا ما نعسوهمش، يقرب في الابتدائي ويحكم الانترنت راقد في شومبرا وحده، سواء تليفون سواء ان بي سي بورتابل، واللي كامل هو مع الانترنت، ويدخلوا بعض من المواقع يعني اللي ما لازمش يشوفوهم سيرتان سيت كي سون مالفيون، سي تا ايفيتي. هذه يعني اللوم لي بارون الوالدين اللي ما ينتبهوش لولادهم واش راهم يديروا في الليل، ما يقدروش من ناحيه الصحه دبر يضيعوا، من ناحيه الدراسه يضيعوا، ينوضوا الصباح عيانين باسكو اللي كان ما يرقدوش ومخو يخدم في كونسونتري في دي سيت مالفيون. هنا كان لينا يعني بعد ما شفنا هاد الواقع في سلو تيران في الميدان، مشينا على مستوى وزارة البريد والاتصال، هذه سنوات، وزيدا مؤخرا مشينا عند رئيس المدير العام تاع الجيري تيليكوم الاتصال الجزائر، ودرنا له يعني اون ريكومونداسيون فيما يخص بور بلوكي دابور هاد لي سيت مالفيون كاريمون، وقبلوا يعني الفكره، جاتهم فكره مهمه، وهم ثاني راهم يخدموا اون باراليل في هذا الموضوع، يعني ماهوش حاجه جديده بالنسبه لهم، ولكن احنا كحمايه المسالك علينا دور باش نبلغوا السلطات المعنيه ولا المؤسسات المعنيه بهذا الامر. ولكن كان يعني رئيس المدير العام بالوستاف تاعو كنا في اجتماع، وجاتهم فكره مهمه، ونو لي زافون ابويي افيك نوتر دوموند، قبلوا بالفكره.